أجرت مفادة التلفزيون المصري إيمان منصور لقاء خاص مع فريدريكا ماير ممثلة صندوق الأمم المتحدة في مصر، شددت على ضرورة توفير الكثير من الخدمات للمرأة وكل ما يخص المرأة. كما ذكرت لحضراتكم، المرأة لها حضور قوي في COP27، وهي أيضا من ضمن الفئات التي تتأثر بشكل كبير بالظروف المناخية، بالظروف الاقتصادية، بالظروف الاجتماعية، وبالتالي المرأة وأيضا الشباب كما ذكرنا لهما حضور طاغي في هذه القمة. نذهب مع حضراتكم إلى اللقاء ثم نعود. ونحن نتابع مع حضراتكم مشاهدينا فعاليات قمة COP27 المنعقدة في شرم الشيخ. الملاحظ أن هناك حالة من الحراك العالمي للمضي بخطوات جادة وملموسة في هذا الملف، لأنه يؤثر على حياة البشر البشرية جمعاء في انتظار قرارات حاسمة من قادة ومسؤولي العالم للوصول إلى حل جذري للقضاء على الآثار السلبية للتغيرات المناخية. والأمم المتحدة تعمل بجد وجهد من خلال كافة مؤسساتها ومنظماتها المتواجدة حول العالم في إطار نفس الهدف. معنا الآن السيدة فريدريكا ماير ممثلة الأمم المتحدة للسكان في مصر. مسز فريدريكا ماير، أهلا بك السيدة فريدريك ماير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، مرحبا بك هنا في التلفزيون المصري. أوكي. Good. Well, thank you first of all for having us here. رائع أن أكون معكم هنا، وشكرا لوجودي بينكم وأيضا حضوري الجلسة الافتتاحية التي كانت تنظيمها رائعا، وخاصة عند مشاهدة المقطع التسجيلي عن الأزمات التي تضرب العالم. ولهذا نحن هنا، عندما تكون هناك أزمات لا بد أن لا ننسى احتياجات المرأة والفتيات حسنا أثناء هذه الأزمات. لقد سمعنا عن بعض الأمور في هذه الأمور ذات العلاقة بالشؤون الجنسانية بين فيما يتعلق بأنه أثناء الأزمات تحتاج المرأة الوصول إلى بعض الخدمات الصحية ومنها المستشفيات، وأيضا أثناء الأزمات تولد الأطفال، ولا بد أن نوفر كثير من الخدمات للمرأة عند وضعها طفلا جديدا، ولكن أيضا كل الأمور المتعلقة بالتخطيط وتنظيم الأسرة. وأثناء الأزمات لا بد أن نضمن أن كل الخدمات متوفرة للسيدات، ومنها وسائل الحمل، منع الحمل. ومن المهم جدا أيضا أن المرأة موجودة في الشؤون السياسية لأنها تناقش السياسات الخاصة بها، لأنها لديها احتياجات مختلفة عن احتياجات الرجل، لأن المرأة أن تكون تصل إلى عمليات التسهيلات التمويلية، وأيضا عند الطفل جديد. إذا ما هي نصيحتك لأن نحقق نجاحا في من يتمر المناخ 27؟ رجاء الاستثمار في الفتيات، هذا أفضل شيء أن تقدمه الحكومات، لأن الفتيات هن أمهات المستقبل. كما تعلم أن هناك قد يكون الطفل الرقم 8 مليار سيولد في نوفمبر هذا الشهر، ولذا لابد أن نعزز دور المرأة، لأن أيضا لابد أن نركز ونمنع الزواج للأطفال والجواز المبكر. لابد أن نراعي الحكومات أن تجعل الفتيات لازلن في مدارسهن حتى يختارن متى يتزوجن، متى وأين ومتى ينجبن وكم طفلا. لابد أن تستثمر الحكومات في الفتيات. ما هي الإنجازات التي تمت منذ مؤتمر مناخ 26 حتى فيما يتعلق بشؤون المرأة والفتاة؟ نعم، نحن بحاجة إلى المزيد من الجهود، لقد سمعنا الكثير. هذا هو مؤتمر التنفيذ، لكن نحن بحاجة إلى خطط وأنشطة تنفيذية والتكيف مع المناخ. كما تعلمون أنه نحن بحاجة إلى مجتمع أكثر مرونة. عندما تحدث أزمة يمكن للمجتمعات أن تأخذ الحذر، لا يمكنها التفادي الأزمة ولا تغادر بلادها، ولكن نقول أن هناك أنظمة تحذير
غير مبكرة. ونعم هناك فيضانات، ولكن المجتمعات تعلم كيف تتعامل مع هذه الفيضانات. مرة أخرى لابد أن نضمن أن الفتيات والنساء يعرفن ماذا يقومن به أثناء هذه الأزمات. هل ترون أنه من المهم جدا أن نشرك المدن والبلاد في مكافحة التغير المناخي؟ نعم هناك تحسنات، هناك كثير من الفهم والوعي من المدن والمجتمع بأن هناك تغير مناخ. وقد استمعنا إلى السيدة باربادوس عن هذه التجارب. نتمنى أن يتم التنفيذ هنا من انطلاقا من مؤتمر الكوب 27. لا بد أن نتوقف عن الكلام ونبدأ بالتنفيذ، وهذا ما نتطلع إليه. هل تعتقدين أن التنفيذ يعتبر رسالة خاصة ومميزة لهذا النسخة مؤتمر مناخ 27؟ أتمنى أن نحن نجد ما نحن نطمح إليه من هذه النسخة من المؤتمر. نعم فيما يتعلق بأن هذه مساحة لأفريقيا أن أيضا تتوافق، وأيضا أن يتم مع إطلاق عليه بالتوافق مع التغير المناخي. نعم ما هي رسالتك من هنا من شرم الشيخ ومن المؤتمر المناخ 27؟ رسالتي لابد من الاستثمار في الفتيات، لأن هنا يعرفنا الأمور المختلفة. إذا كانت لديهم حلولا فيمكن للمرأة أن تكون لديها حلولا، لا بد أن تأخذونها بعين الاعتبار وأن تكون في قلب حديثكم. شكرا لك سيدة فريدريك ماير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، شكرا على وجودك معنا.